الشهيد مسيرة وسيرة، والكتاب المقدس بيعلمنا انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. أصل نهاية الإنسان مراية حياته، بتعكس قيمه ومبادئه اللي عاش بيها ومات ليها. الشهداء رجالة قدموا حياتهم عشان إيمانهم وعشان يأمنوا غيرهم، ونالوا إكليل الشهادة، تاج ليهم وشرف لينا من بعديهم. مصر بلد المحبة والتسامح، مصر البلد اللي ذكرتها الكتب المقدسة باسمها، وأرضنا اتباركت بزيارة السيد المسيح والرسل والأنبياء. والرصيد الروحي الكبير ده خلى المصريين إيد واحدة، وده ظهر في مواقف تاريخية كتيرة. نفتكر منها ثورة 19 لما تبادل الكهنة والشيوخ الخطابة في المساجد والكنائس علشان يشعلوا الثورة في النفوس. وفي سينا اختلط دم المسلم والمسيحي فداء لتراب أرض مصر المقدس. وبعد ثورة 30 يونيو لخص قداسة البابا تواضروس كل دروس ومعاني الوطنية، وفي جملة واحدة قال: وطن بلا كنايس خير من كنايس بلا وطن. شفت أبويا وأمي وإخواتنا بيعيدوا علينا ليلة العيد، وبمحبة بيعيدوا علينا، وعرفت إزاي إن الإيمان والوطنية وجهين لعملة واحدة. رسالتي النهاردة لكل أم وأخت وأب وأخ وزوجة وأبناء شهيد، اطمنوا وافرحوا لأنه في مكانة قريبة من ربنا. والنهاردة أنا وإنتوا عايشين في أمان وسلام بفضل ربنا وبفضل اللي تعبوا وسهروا وأمنوا حدودنا وبيوتنا وكنيسنا. واجبنا نكمل دورنا بإخلاص ونغرس في أولادنا الإيمان والانتماء، مؤمنين إن دي مهمة كل واحد فينا. وفي صلوات الكنيسة كل يوم بنساندهم بالصلاة، بنصلي عشان بلدنا مصر، ربنا يحفظ أرضها ونيلها وخيرها وكمان جيشها وشعبها.